ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. دلوقتي هنبدا في الكاروت كيك، خلينا نقول مقاديرها جميله وبسيطه وبعدين نبدا نحكي مع بعض على الشغل بتاعها واحنا بنشتغلها. بسم الله. عندي كيك الجزر كوبايه ونص من السكر، تقدروا تقللوا نسبه السكر زي ما حضراتكم عايزين، من اول نص كوبايه لحد كوبايه، كوبايه ونص زي ما انتم تحبوا. انا شايفه ان الجزر فيه نسبه سكر كويسه جدا. عندي نص كوبايه من السكر البني، يبقى ممكن نخلي نص كوبايه سكر ابيض نص كوبايه سكر بني. عندي ثلاث بيضات، من ثلاث لاربع بيضات تقدروا تستخدموا في الكيك هيبقى ناجح وجميل جدا. كوبايه ونص من الزيت، وعندي ثلاث كوبايات ونص من الدقيق، معلقه قرفه ودي اختياري للي بيحب القرفه، اللي مش عايز ما يحطش، معلقه كبيره بيكنج باودر، وعندي معلقه صغيره بيكنج صودا ورشه ملح. في كمان عين جمل، انا حاطه عين جمل ضفوف المقادير يا اولاد، لانه العين الجمل بيبقى رائع جدا ك نوع من انواع المكسرات المفيده يعني للولاد بشكل كويس. اول حاجه هبدا اخد المكونات السايله مع بعض. بصوا الجزر انا بشرته، الناس اللي مش عايزه تحس شكل الجزر جوه الكيك اضربوه في الخلاط، يعني حضراتكم تقدروا تحطوه مع المكونات السائله ويتضرب في الخلاط وهيبقى تمام جدا. فانا هبدا كده اكسر، بسم الله، البيض، اول بيضه تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، الثانيه تمام. بصوا البيض فريش وكبيره البيضه، وكل السوائل اللي حواليها كلها جميله ازاي وقويه، يعني طازه. بصوا البيضه طازه طازه اهو، بسم الله. خلاص لما انا هضيف قرفه عندي انا مش هحتاج فانيليا، لانه الفانيليا في كل الاحوال ما بتبقاش يعني ايه هنحتاجها، لان القرفه قويه فهتظبط معايا الدنيا كلها. انا هحط نص كوبايه بس من السكر اهو، وهحط زيها من السكر البني. السكر البني ده عبقري مع الكيكه دي حقيقي بجد. طيب وخلينا الاول كده هاخد رشه من القرفه، مش كلها لان احط جزء منها مع الخليط اللي باقي، وعايزه ابدا اقلب المقادير دي مع بعض. ممكن اخد كده السباتولا او ويسك، يجيبوا لي الويسك بس، المضرب السلكي والنبي يا محمد. بصوا كده الريحه روعه، اصلا اول ما حطيت القرفه مع السكر البني مع البيض تتكلم عن نفسها كده. بصوا خليني اضرب بالويسكه بس ضربه حلوه، عايزه كده السكر يدوب بشكل كويس كده. هنا الريحة تجنن، حلو قوي الكلام ده. هناخد بقى الزيت شوية شوية مع الخفق. شوفوا أنا عملتها قدام حضراتكم عشان تبقى الخليط تمام زي المستحلب كده أهي. شايفين الخليط بقى عامل إزاي؟ أهو تمام. هناخد بقى على المكونات الجافة. اولا هنا ممكن ما اخدش كل الكمية دي، الجزر من الحاجات المفيدة جدا. تعالوا بقى ناخد على الدقيق، عندي البيكنج باودر، عندي القرفة، وهحط معاهم العين الجمل. عايزة اقول لكم فوائد عين الجمل دي رائعة، عايزة اقول لكم مهم جدا للناس اللي عايزة تسيطر على الوزن، مفيد جدا لصحة المعدة وبيعزز وظائف المخ، حتى لو تلاحظوا نفس شكله بيقلل كمان من ضغط الدم، وهو فيه غني جدا بالأوميجا 3 يا جماعة، تعالوا ومغنيسيوم عالي. تعالوا بقى نحط كده الخليط ده تبادل مع الجزر. بقى عايزه اقول لكم الجزر ده فوائده كتيره جدا، غني جدا بمضادات الاكسده، وفي فيتامين الف لعضله القلب وللنظر. وبصوا كده خليط هتلاقوه تقيل شويه ما تتضايقوش، ولو عايزين تخفوه بشويه لبن عادي.
يعني بصوا انا عندي هنا شويه لبن انا ممكن اضيفهم عادي جدا واخف الخليط بتاعي. عايزه اقول لكم بقى معلقه القرفه دي هتشموا ريحه في البيت في الخبز غير عاديه. شايفين ازاي؟ في ناس تحب تحط قوي مع كيكه الجزر دي شويه من البلح التمر يعني. تروح مقطعه كام واحده كده في النص وعاملاها معاهم. بصوا بقى كده بقيت الكميه اهي. عين الجمل كمان هيدي طعم حلو قوي مع القرفه اللي احنا حطيناها. بصوا الخليط بقى جميل ومتماسك كده وتحسوه تقيل روعه. اللي حابب بقى يحط المكونات السايله في الخلاط ويخلط معاهم الجزر المبشور مفيش مشكله، على اعتبار انها ما يبانش فيها الجزر خالص برده مفيش مشكله. في الحالتين هتبقى جميله جدا. تعالوا بقى دلوقتي نشوف كده. انا محتاجه للخليط ده اجيب القالب اهو، هستخدم القالب ده. عايزه ارش فيه نقطتين زيت كده. اللي ما عندوش القالب ده وعنده القوالب العاديه مفيش مشكله، حضراتكم تقدروا تعملوه بالزيت عادي جدا، وبعدين تعملوه بالدقيق. تبدير الدقيق بسيطه جدا تظبط معانا الدنيا. شايفين ازاي؟ هو ده ان شاء الله مش هيحتاج. هنحط بقى الخليط بتاعنا في القالب. الفرن لازم يكون من اول ما بدأت اشتغل في الكيك بدأ يسخن على حرارة 180. هحطها على الشبكه في النص، هتاخد لها من 25 ل 35 دقيقه. خلوا بالكم الخليط تقيل فهيستوي على طول. فرق بين لما بيبقى الخليط بتاع الكيك خفيف او تقيل في التسويه بيفرق كمان في الوقت، انه اللي بيبقى القوام بتاعه تقيل بياخد وقت اقل كده عشان الكيك تطلع تاخد الفريم او الشكل بتاع القالب بشكل حلو. طيب هناخد بقى القالب القمر ده ندخله الفرن اهو، حراره 180 على الشبكه في النص، وهتشموا روائح رائعه. يعني بصوا اهو مرتفع، انا عايزاه يبقى مرتفع ولا هو واصل قوي في النص او قبل النص. شايفين ازاي؟ ونقفل وهنشوف بقى شكل الكيك اهو قدام حضراتكم. بصوا طريه وجميله. تعالوا بقى هقطع لكم حته كده. قوام الكيك يجنن اهي. بالعين الجمل شايفين قمر ازاي؟ وصحه وهنا طبعا على قلب حضراتكم. من الكيكس الطريه الجميله تقدروا كمان تقدروا بقى تعملوا ايه انتوا بقى. لو قللنا نسبه السكر جواها يا سلام، لو حطينا شويه صوص طافي او كراميل، او اللي عايز يحط صوص شوكولاته دارك ماشي. تنفع جدا وتبقى طعمها حلو. تتاخد بقى كده قطع صغيره في اللانش بوكس معاهم مع الناجتس مع شويه مكرونه، خلصت الموضوع ويتبسطوا قوي. ممكن في البيت بس هي بتدي باور وهي بتدي طاقه وهي مفيده جدا. ونبدا ندخل بقى الحاجات الحلوه بتاعتنا الفريش او الفواكه او الخضروات بشكل او باخر، ونعمل حاجات حلوه شتويه. يعني كيكه الجزر دي دايما بحس انها كيك شتوي، فمن الحاجات الحلوه. تعالوا بقى نبدا ننزل مقادير الناجتس ونحكي عنها تاني عشان اصدقائنا اللي طلبوا ان دايما لازم في نهايه الحلقه ننزل مقادير مره تانية لو حد لسه هيبقى منضم لينا في الحلقه او في نهايتها. النهارده عملنا الناجتس، عملناها بطريقه بسيطه وسهله جدا. عملت ميكس بين الصدور وبين الاوراك، وقلنا ان الصدور دايما بيبقى فيها النسيره بتاعتها قويه شويه فبتتماسكه، والوراك فيها طراوه
بنعمل ميكس من الاثنين فيطلع الطعم يبقى كويس. انا فرمتهم في الكبه ولكن مش فرم قوي قوي، خليت فيهم يعني ها ما تبقاش ناعمه بيوريه يعني. وعندي خليط التغليف اللي هو فيه دقيق والنشا، وحطيت عليه خليط الدجاج المقلي اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو الاكياس الجاهزه او اللي بتتباع عند العطار، اللي احنا بنحطها تدي اطعمه للدجاج اللي احنا بناكله المقرمش سواء كان حار او غير حار، يعني بتدي طعم حلو. واستخدمت رقائق الذره، الرقائق الذره دي انا طحنتها في الطحان. لو انتم مش عايزينها تدي الشكل الحلو الظاهر ده خلوها مجروشه، لو انتم عاوزينها تدي ما تديش الشكل ده قوي تبقى باينه كده انها فيها رقائق ذره اطحنوه عن كده شويه. وعملت جزء بالبقسماط، ما استخدمتش غير الميه والثلج، ما استخدمتش بيض خالص، ميه متلجه او ميه ساقعه نزلت فيها الفراخ. طبعا الخليط ده انا شكلته على ايدي ولازم ادخله في الفريزر، يعني انا هفرده كده وشكل مستطيل وبالسكينه بقطع بالطول وبقطع مربعات او بشتغله بايدي على طول، وبس ادخله الفريزر لازم على الاقل ساعه عشان يمسك وينشف وابدا اقدر اشكله وانزله يتحمر على طول. وتقدروا تشيلوه زي ما هو محطوط في البريدنج عادي متغلف في الفريزر وقت ما انتوا عايزين تحمروا على طول. عملنا بعد كده المكرونه او المكروني الماكند تشيز او اللي هي المكروني بصوص الجبنه، حطينا انواع جبنه، الانواع اللي تريح حضراتكم. انا استخدمت مثلا الشيدر الصفراء والحمراء، وحطيت معلقتين دقيق وشويه لبن، ما استخدمتش الكريمه، في ناس بتستخدم الكريمه عشان تدي طعم اكبر، بس هي جميله جدا. حطيت معاها البذور الخردل او ممكن معلقه من ديجون ماسترد اللي هي بتبقى فيها جواها بذور الخردل باينه كده، ليها طعم حلو. وادي المكونات مع حضراتكم، شوحت الدقيق مع معلقتين الزبده، وبعدين نزلت بيه اللبن، وبعدين اضفت الجبن مبشوره او مضروبه في الكبه، حطيت معاها الخردل والبابريكا والثوم الباودر وشويه الملح، وبدات اقلب اقلب لحد ما الجبن دي ساحت تمام بقت ملتت خالص، وبعدين اضفت المكرونه قلبت اقلب. لو انا حسيت ان القوام ماسك شويه ما هوش كده يعني في طراوه زودوا شويه لبن، مفيش مشكله، ممكن تزودوا شويه مرق لو مش عايزين تزودوا لبن تاني خلاص. لحد ما ادتني القوام اللي هو الحلو ده وجملتها من على الوش بشويه جبنه وخلاص. عملنا بقى الكاروت كيك او كيكه الجزر، ودي كانت من الحاجات الجميله، ما حبيتش استخدم الخلاط، حبيت استخدمها على ايدي، واستخدمت نص كوبايه سكر ابيض بس ونص كوبايه سكر بني، وبدات ان انا اخلط مع البيض، استخدمت 3 بيضات كبار وعملت معاهم الخليط الحلو اللي حضراتكم شفتوه والقرفه. القرفه غنيه او غنتني عن الفانيليا، ولو انتم مش حابين تحطوا قرفه حطوا فانيليا عادي جدا مفيش اي مشكله. اضفنا بقى العين الجمل وعملنا الحاجات الحلوه. خلوا بالكم الخليط ده لو انا عملته كله يديني خليط كبير، يعني الكيك دي بص طالعه ما شاء الله عاليه وحلوه ازاي، هيديكوا في نفس القالب الخليط القمر ده، فتقدروا تشيلوا واحده في الفريزر بس تستنوا لما تهدى وتبرد، وبعدين تاخدوها تغلفوها بورق زبده وبعدين بكلينفيل وتدخلوها الفريزر، وقت ما حضراتكم عايزين تستخدموها طلعوها قبل بساعه، سيبوها ساعه او ساعتين بره في رخامه المطبخ لحد ما تفك وتقطعوها. وطبعا في حد سائل على الصفحه عندي على طريقة الحفظ المشروم الفريش. بصوا المشروم الفريش أنا ملوش طريقة غير حاجة واحدة بس، أولا هو ما بيتفرص لأنه بيسود، هو لازم يتعمل له المحلول اللي بيتحط فيه اللي هو يعني فيه ملح وفيه مادة حافظة وفيه خل وفيه واخده على النار، ما بيتمسح بمنديل ناشف كده، منديل مطبخ او فوطه ناشفه، لان هو زي الاسفنج بيشرب الميه، لو غسلته تحت الميه هيبوظ، هيشرب الميه وهيبوظ. فانا يا دوب انضفه واخده زي ما هو كده، ممكن تشيلوه زي ما هو، ممكن تقطعوه نصاص او شرايح وتبداوا تنزلوه في المحلول بتاعه ده، وبنبدا نصبه في برطمان زجاجي معقم تماما، ولازم اخد البرطمان ده يكون بيتعرض للحراره يعني اضمن انه ما يفرقعش، اخده واقفله واخده فيه ميه حله فيها ميه على النار، وانزل البرطمان بعد ما قفلته يغلي لمده 25 دقيقه علشان يتفكم يتقفل قفله كويس، تيجوا بقى تفتحوه وقت ما تحبوا يعمل التكه اللي حضراتكم بتلاقوها في البرطمانات الجاهزه. الفكره في كده ان لما هفتحه يبقى لازم استخدمه على طول، ما ينفعش تبقوا منه او تسيبوه في المحلول انه خلاص اتفتح، فعشان كده اعملوا كميات على قد البرطمانات المناسبه لاستخدام حضراتكم.
لان هو ما فيهوش المواد الحافظه بتاعت الشركات، فطبعا هيبقى معرض انه يفسد على طول. لكن طول ما هو متشال في البرطمان ده وما اتفتحش هو يقعد بالسنه مع حضرتكم، ما فيش اي مشكله خالص. طبعا انا يعني بحاول ارد على كل الاسئله، وان شاء الله برضو اعملوا سيرش هتلاقوا الوصفه انا عاملاها على اليوتيوب، اكتبوا بس طريقه حفظ المشروم لشيف عظيمه. ايوه طيب، في حد بيسالنا بيقول انه ليه كفته الرز بتفك مع انها بتحط كيلو رز وكيلو لحمه. طيب حبيبتي، احنا ال 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 الكفته اولا ما ينفعش يبقى فيها اللحم دهون خالص، كفته الرز لازم تبقى خاليه من الدهون. وارد ان ممكن تكون في قطع اللحمه دي فيه دهون، وده مش صح، دي اول حاجه. تاني حاجه الرز انا ممكن استخدم كيلو الكيلو عادي جدا وهتبقى رابطه معاكي كويس قوي، ما تقلقيش. اهم حاجه ما يبقاش فيه دهون في اللحم، هو ده اللي بيفككها. ولازم تتعمل كويس جدا على مراحل، سواء انت هتستخدميها في مفرمه البيت لازم مفرمه، او عند الجزار هتاخدي الخليط بتاعك من الرز عليه الخضره والثوم والحاجات الحلوه بتاعتك والبصل، وتروحي تقولي له اقطعي لي قطعيه اللحمه الحمراء واعملي كفته الرز. المكنه عنده كفيله انها تطحنها كويس وتطلعها لك ومش هتفك معاكي، ما تقلقيش. اهم حاجه ان انت تقفليها في اكياس كويسه وتبقى ساقعه، وطلعيها صبعي بالزيت او بالميه وتديها فرصتها. ان شاء الله مش هتفك منك، وباذن الله اتمنى يا رب اكون جاوبت على الاسئله في الحلقه دي. انا بحاول في اي حلقه عندي فرصه ان انا اجاوب على اسئله حضراتكم، يعني عملي وعلى الهوا، هعمل كده بالفعل. طبعا بشكركم لحسن المتابعه، اتمنى يا رب الوصفات تنول اعجاب حضراتكم، واسمحوا لنا بقى نطلع استراحه عشان نستقبل الفقره الطبيه في انتظار حضراتكم.